بيت جدي مننطر مسلسل واحد بعد الأذان، يعني في مسلسل واحد كوميدي وبعده مسلسل تاريخي وبعده فوازير نيلي أو فوازير شريهان وخلص وخلص تو، صحيح صار في تخمة. شو كان صحيح. بيختلف الموضوع عندكم بسوريا ولا نفسه نفس النظام قبل مش تو؟ يعني رمضان هيك لما كان في عن جد مسلسل واحد، كان في مسرحيات يعني هو إيه برمضان صحيح. يعني تنعرض كل يوم مسرحية، وهيك كان له نكهة صراحة، كان له نكهة. يعني أنا هلا بشوف كتير زحمة برمضان، ما عم نقدر نشوف كل المسلسلات، في كتير مسلسلات عم تنظلم يعني ما عم تتشاهد. ف هلا يا نحن ريت يرجعوا بالاستراتيجي لورا لورا، يعني يحددوا من بين هالأعمال كم ايه عمل ينحطوا، عرفتي؟ أنا برأيي أحسن، والباقي برا رمضان يعني الواحد بيشوفه. مع انه نحن لما نقول رمضان لما نقول العقيد. إيه اسأل الله، رمضان أيام ايه باب الحارة ايه كمان باب كان لذيذ الحارة. وحلو. شو هالحالة ذكريات رمضان مع باب الحارة كان عنده كمان طعم، يعني هل ايامات رمضان بوقت باب الحارة كان عنده طعم خاص بكل البلدان العربية مش بس بسوريا او بلبنان او بمصر، بتونس، صراحة بالمغرب، بالجزائر؟ صراحة شو هالحالة اللي عملها باب الحارة لأنه شوفي يعني وشخصيتك تحديدا إيه هلا هو يعني هو هذا أكثر عمل هيك ماتشينج رمضان؟ مع رمضان، عرفتي؟ يعني ايه ما فيه شيء خادش للحياة، فيه هيك قيم وتراحم والعيلة هل وتراحم بين الناس وعلاقة كيف بيديروا بالهم على بعض وكيف بيحبوا بعض وكيف إلى آخره بوقفوا مع بعض إلى آخره. وهي الحالات طبعا إحنا كتير بنشوفها برمضان، برمضان هيك بتهيمن الرحمانية على الناس، بيفرض جو الروحي على المجتمع، فبصير فعلا هي الرحمانية، صلة الرحم بتزيد، بتقارب الأهل الأصحاب الجيران، اللحمة الاجتماعية بتزيد. كان في هذا الجو بباب الحارة، فكان يعني طبق يومي ممتاز بعد بعد لفته الإفطار. للمشاهدين.